سمعني صوتك بعد تصريح اندريس انيستا يلي بيقول فيه اذا ذهبت الكره الذهبيه للاعب اخر غير جود بيلغهام سيكون هذا عار لقد قدم موسما استثنائيا سواء مع ريال مدريد او حتى مع منتخب انجلترا لا يوجد لاعب يستحق اكثر من جود بيلغهام هذا تصريح اندريس انيستا احد اعظم اللاعبين في تاريخ اللعبه ومو بس كذا في كتير عالم يشوفوه افضل لاعب خط وسط في التاريخ افضل من زيدان انيستا قال هاي الكلمات لانه عرفان دور جود بيلغام كلاعب خط وسط واذا بدك تقول جود بيلغام كان عم يلعب في مركز مهاجم حلك في مشكله يا اما بفهمك لكره القدم يا اما يوصل لك هاي الفكره فيك تقول مهاجم وهمي ولكن هو كان يلعب خلف المهاجمين ولكن ممتاز جدا بالتحرك داخل ال16 لذلك كنا نشوف جود بيلغهام وتاثيره على مستوى الصناعه وحتى على مستوى الاهداف